السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم بحر المنسي من قناة سماء المحبة. قراءة فنجان وتاروت وعد القدر لمواليد برج الحوت. كل إنسان فينا معروف قدره ومكتوب في اللوح من قبل ما يتولد ومن قبل أن يكون. النهاردة هنشوف وعد القدر لمواليد برج الحوت. بس قبل ما يبدأ الفيديو، لو انت جديد معانا في القناة اضغط اشتراك وفعل الجرس من اجل ان يصلك التوقعات الشهرية والاسبوعية واليومية لبرجك، ولحجز قراءة خاصة رقم واتساب مكتوب امامك على الشاشة. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. برج الحوت. القوة، الكأس الكبير، والإمبراطور. برج الحوت، توقع يا صديقي العزيز أن يفيض كأسك من المال ما حييت، وأن يكون لديك مفتاح الحياة بحنانك وقوتك، وحنانك هو قوتك، ولطفك هو قوة إرادتك على التعامل مع الظروف الصعبة ومع أقوى الشخصيات المحيطة بك، مما سيمكنك من أنك تكون عزيز كل قوم كنت بهم، وأن تحصل على كل ما تريد. ثمن عصيان، فارس السيوف، وسبع عملات. توقع أن تتقدم نحو المستقبل، وأن تحصد ثمار ما زرعته طوال حياتك، وأن يخدمك كل من حولك، وتساعدك الظروف والأشخاص من حولك في خطوات مسيرتك. الأموال، أقصى طموحاتك المالية ستحققها بإذن الله ما دمت تؤمن بنفسك وكانت لديك روح المثابرة للوصول لأهدافك. فارس العصا، عجلة السنة، والرجل المعلق. هذا العام قد تكون أوضاعك معلقة بعض الشيء في تحقيق الانتصار الذي تسعى إلى تحقيقه. ينتابك المخاوف. رغم تحقيقك جميع أهدافك حتى الآن، إلا أنك تسير بمشاعرك وبقلبك، فتخاف أحيانا أن يهلكك قلبك ويهلكك اندفاعك، إلا أنه سبيلك لتحقيق كل ما تريد. قلبك دليلك. ست سيوف، خمس كؤوس، والسيف الكبير. ربما ستشعر بالوحدة في حياتك لأنك تتخذ قرار أن تكون مسالما وتبتعد عن أسباب النزاع. ستبتعد عن كل مدينة تسكنها، وقليل من سيكونون أصدقائك، فلا تحزن على ذلك، فإن الله سيعوضك. عوضك سيكون بحب حقيقي. ستحتار في هذا الحب، وتحتار هل تكمل معه، هل يحقق آمالك أم لا. إلا إنك إذا أجبت عن هذا السؤال، ستجد أن في هذا الشخص العوض عن كل ما مررت به. نصائحك، أن تخلق تواصل مفتوح مع الجميع، ويكون عندك انسجام داخلي مع الأشخاص، وقدرة على التكيف مع جميع الأشخاص، وأن تحذر ممن تتعامل معهم في أسرارك وأسرار حياتك.
لا مانع من أن تطلب الإيضاح حين تشك بشخص حتى يكون قلبك خالي من الشك ومليء بالحب، فهو ما سيحل لك جميع مشاكلك. نبص على الفنجان. برج الحوت، حالتك النفسية يا مولود برج الحوت أقرب للسعادة في حياتك، ربما كنزك أسفل قدمك، ولا يشترط أن يكون كنز مالي، ولكن ما تبحث عنه وما تريد الوصول إليه وتظن أنه بعيد، هو ليس بعيد، بل هو قريب منك كثيرا، أسفل قدمك ستلقاه. يضرك السحر مؤثر على طاقتك بشكل كبير. ليس كل الأشخاص من حولك يكرهوك، ولكن الشياطين توهمك بذلك، فلا تبتعد عن الجميع. هناك انتقالة قدرية ستحدث في حياتك، لن تظل في المكان الذي تحيا فيه طوال حياتك، وإنما ستنتقل منه. توقع وارتقب، خبر يسعد قلبك. المؤسف أن هذا الخبر سيكون بهلاك ظالم بغى عليك وظلمك، وكنت تنتظر سقوطه، سيسقط، ستفرح. لا تحكي لأحد كل شيء، ولا تتواصل مع الجميع. ليس الكل يتمنى لك الخير. قد تعطيك الحياة فرصتين فقط، لذلك لا تضيع كل الفرص التي تعرض عليك. قد تكون أحدهما هي آخر فرصة لديك. أتمنى لك أجمل الأقدار يا مولود برج الحوت. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من أجل أن يصلك التوقعات الشهرية والأسبوعية واليومية لبرجك، ولحجز قراءة خاصة رقم واتساب مكتوب أمامك على الشاشة. شكرا يا مولود برج الحوت، السلام عليكم.